آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة بأن الثروة الحقيقية للأمة تكمن في شبابها. من واجبنا أن نوسع آفاق طموحاتهم ونزيل العقبات والمصاعب من دربهم ونمنحهم خبرة الأجيال وجوهر الأفكار. كل يوم نتعلم من محيطنا، وقد برهنت المبادرات المتعددة لأبوظبي والتي تهدف إلى ترويج العلوم والتكنولوجيا أنه بإمكاننا جذب الناشئة وإثارة اهتمامهم عبر توفير بيئة ملهمة. مما برهن لقيادة أبوظبي الحاجة لإنشاء صرح علمي يعنى بنشر ثقافة العلوم. وقد صمم مركز أبوظبي للعلوم كمركز يحاكي أفضل المراكز العلمية على مساحة 6500 متر مربع في مدينة مصدر، بهدف إنشاء قاعدة من المواهب ذات مستوى عالمي. ويضم المركز معارض وتجارب متعددة الوسائط حديثة، وسيحتوي المركز على 7 معارض تفاعلية وقبة فلكية وبرنامج مكثف بأنشطة تعليم العلوم وأكثر من 200 معروضة تفاعلية. يتوقع أن يستقطب مركز أبوظبي للعلوم أكثر من 200,000 زائر سنوياً، ليكون بمثابة حجر الزاوية في تنمية العلوم والتكنولوجيا والابتكار محلياً، ويستقطب مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها من مختلف أنحاء العالم. وقد قال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إن العلم والثقافة أساس تقدم الأمة وأساس الحضارة وحجر الأساس في بناء الأمم. يحتفي مركز أبوظبي للعلوم بالتقدم العلمي ويرسخ من مكانة الإمارة كرائدة في العلوم والمعرفة تماماً كمكانتها الريادية بالموارد الطبيعية. الخطوة التالية نحو اقتصاد المعرفة المستدام. مركز أبوظبي للعلوم.